مسلسل قرص الود يمثل واقع وحقيقة. أنا قضيت 6 شهور قراءة فقط، اطلعت على ما يقرب من 480 مرجع. ليش الكويت متراجعة في أشياء كثيرة؟ الديمقراطية، يتحول البرلمان إلى كذا وكذا. هل هو مسلسل حب؟ المحاور السياسية والوطنية والاقتصادية كلها حب. ما نسيت القومية العربية؟ أنا إلى الآن أنادي القوم بالقومية العربية لحد الحين؟ إلى اليوم لم ننسى القزو، ولكن لا نريد التمزق العربي. تيار الدين يلبسون لون واحد. في البداية بدأوا بالشغب، هم يبون عراق. أنا شاهد عيان على الأحداث. الحكومة كانت تحب التيار الديني شوي. الحكومة تحب سياستها وتحب ما هي مصلحة الوطن.